جواد عبد الوهاب، صحفي وإعلامي بحريني يعيش في لندن. أشكر القائمين على حملة سلمان، حوار سلمان لا يمثلني، وأعتقد أن هذه الحملة كانت استفتاء شعبيا على قضية الحوار الذي يجب على الداخلين فيه أن يستفتوا الناس بالدخول فيه، ولا يستفتوا الناس على نتائج هذا الحوار الذي لن يقدموا آل خليفة فيه أي شيء، لأن آل خليفة شرعيتهم سقطت، ولذلك حوار سلمان لا يمثلني.